سادة المشاهدين مساءكم خير وأهلا بيكم في حلقة جديدة من 90 دقيقة. بس قبل ما نبدأ يعني أنتوا أنا متعودة دايما بيبقى في موضوع بحب دايما أسرد وأتكلم فيه في الأول، بس قبل ما أقول الموضوع وأتكلم في حاجة، في خبر الحقيقة مهم، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية، ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر، وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية. بصوا بقى يا جماعة، النهاردة حلقة مش عادية. أنا قررت النهاردة إنه إحنا نبعد عن كل حاجة فيها انشغال بالدنيا. قررت انه احنا نعيش ليلة في حب سيدنا النبي. النهاردة هنحتفل مع بعض براس السنة الهجرية. والنهاردة زي ما سيدنا النبي هاجر من مكة للمدينة، ما تيجوا نهاجر من غضبنا وحزننا وزعلنا وذنوبنا وانشغلنا بالدنيا. تعالوا نعمل هجرة في الحلقة دي. النهاردة ليلة في حب شفيع الأمة اللي هيشفع لنا وبيحبنا ومن غير ما يشوف. الهجرة النبوية مركز تحول من الشقاء إلى السعادة الأبدية. الهجرة هي سفر من هواك إلى مولاك، من الوطن للمأوى. وما تعلق بالرسول قلب إلا صلى عليه. يعني إحنا أي قلب من قلوبنا أو من قلوب البشرية قلبه يتعلق بسيدنا النبي إلا عليه الصلاة والسلام بيصلي عليه. سيدنا النبي يا جماعة في الروضة حي، ده مش كلامي ولا تأليف من عندي. سيدنا النبي في الروضة حي، وده كان في حديث بما معناه انه سيدنا النبي قال اني اسمع من يصلي علي. اوقات بتحصل لك تغيرات في حياتك، مثلا تكون في شغل وتتنقل مكان تاني، تكون موظف تروح مكان تاني، يعني الشغل اللي بينقلك، تكون مذيع وتتنقل مكان تاني، تكون رجل شرطة وتتنقل مكان تاني، من مكان لمكان، وممكن تتنقل من بلد لبلد، من مدينة لمدينة. في اللحظة دي انت بتظن ان ده شر ليك وتزعل وتحزن، بس افتكروا الآية الكريمة، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وهثبت لكم كلامي ده في سيدنا النبي لما خرج من مكة في الهجرة للمدينة. هحكي لكم إيه اللي حصل. سيدنا النبي وقتها قال يا رب إنك أخرجتني من أحب البلاد إلي، فأسكنني في أحب البلاد إليك. هعيدها تاني عشان حلوة قوي. سيدنا النبي لما خرج من مكة للمدينة كان زعلان، لأنه كان عايش في مكة ومتعلق بمكة وكان بيحبها قوي. قال يا رب إنك أخرجتني
من أحب البلاد إلي، فأسكنني في أحب البلاد إليك. إحنا بقى ممكن نعمل زي سيدنا النبي ونقول يا رب أنا كنت بحب المكان ده قوي، أنا كنت بحب الشغلانة دي قوي، أنا كنت بحب المنصب ده قوي، يا رب إنه النقلة دي، التغير ده، الحدث ده يكون أحب إليك. ندعي زي سيدنا النبي ونقول زي ما سيدنا النبي قال، عشان هو راح لأحب البلاد لرب العالمين وربنا استجاب لسيدنا النبي. أنا بقى هسيبكم تسمعوا كلمات، وأتحداكم إن الكلمات دي ما تلمسش، تعمل تاتش هنا، لاندنج. عارفين الطيارة ما بتهبط كده في المطار اسمه لاندنج. أنا أتحداكم إن الكلمات دي لو ما لمستش قلوبكم، الكلمات دي لما تسمعوها والله ممكن تغير حياتكم كلها. بس عايزة أنصحكم نصيحة، ما إلغوا ودانكم، اسمعوش بودانكم، بلاش، اسمعوا بروحكم، اسمعوا اللي هتسمعوه دلوقتي بقلبكم. أنا هسيبكم مع الشيخ جابر البغدادي، واسمعوا بقلبكم إزاي هذا الرجل العظيم اللي لما بيتكلم بيلمس القلب، إزاي بيتكلم عن سيدنا النبي وعن الهجرة. يلا بينا. إن الله معنا، يبقى عشان تفهم إن إيه اللي طلعك من المعية إنك هد. القعاد طول الليل والنهار حاط إيدك على خدك يا أستاذ، قلنا مليون مرة الوجود له ودود والكون له رب، ولو ما أنتش قادر على ده صلي على حضرة سيدنا النبي، عساك أن تسمعوا في كهف الحياة بعد صحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم والتزمل بشمائله سريان خطاب لطيف بديع لا تحزن إن الله معنا. الخطاب يتسلسل من الهجرة عنه إلى الهجرة معه إلى الهجرة به إلى الهجرة فيه. الناس أربعة هاجروا عنه، فقال إذ أخرجه الذين كفروا، خرجوا من بيوتهم ولا من قلوبهم؟ ما حدش يقدر يطلع النبي من مكة، للكون كله اتخلق عشانه. قبل ميلاده بكام يوم كده اللي أرسل طائرا أبابيل مسحت الكون مسح ذري وقضت على شياطين الشرك والكفر والضلال في هذا العالم إيذانا بأن محمدا قد حان وقته، قادر على أن يحميه الذي رفعه وآواه إلى موطن يسمع فيه صرير الأقلام، قادر أن ينجيه الذي جعله ينادي بجلال سطوتي عزتي نور، أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، قادر أن يعافيه. إنما مما أخرجوه، أخرجوه من قلوبهم، وما كانت لقلوبهم قسمة وحظ من أن تسكنها أنوار النبوة إذ يقول لصاحبه. ولذلك سيدنا أبو بكر في هذه الليلة نال من العطاء الإلهي ما لا يدرك له وصف، صاحبه زي ما أسرى الله بعبده. هاجر النبي فخلع الخلعة على صاحبه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله. لغاية دلوقتي هم كام؟ لغاية دلوقتي هم اثنين. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. قالوا أنزل الله سكينته عليه على النبي، وجمعالوا أنزل الله سكينته عليه على النبي، ومن النبي تسللت السكينة إلى أبي بكر رضي الله عنه.
وجماعة قالوا لما أدخله معيته صار له حرمة حضرته، فصار في فناء المصطفى، فالهجرة فناء وفداء، فصار النبي وأبا بكر يشار إليهم بتوجه واحد. كان ينظر إلى رسول الله وأبو بكر فيه. هل وهنا قد ارتقى في الملتقى حين التقى من هجرة معه إلى هجرة فيه؟ عشان كده تعلمنا الهجرة الفناء في رسول الله. التفاني في خدمة الأمة، التفاني في خدمة الدعوة، التفاني في حب الرسول، التفاني في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، التفاني في مدح الرسول، تعليم الناس شمائل الرسول، تعليم الناس أخلاق الرسول، زرع هذه القيم في المجتمعات، فناء المجتمعات في رسول الله يدخل المجتمعات إلى معية رسول الله، ومن ثم تدخل المجتمعات في معية الله، ومن ثم ينزل الله سكينته عليه. كراما لرسول الله. وتعطفت الحضرة الإلهية على من هاجر معه بأن يهاجر فيه، فقال فأنزل الله سكينته عليه. خل بالك بقى، كل الخطاب جاي على واحد بس. وأيده بجنود لم تروها، وجعل لمن هاجر فيه أو من هاجر معه أو من هاجر إليه سطوة جلال قهر وعزة نصر على من هاجر عنه. وأدخل الرسول ومن معه في معية الله وكلمته. جاب هدية إيه للمدينة معاه؟ النبي خلوا ما في إيده. في حاجة حصلت ما خدتوش بالكم منها، وهو في نص السكة نزلت لهم هدية سماوية من الله، إذ أنه كان لسه متنزل عليه السكينة الذاتية وخدها وعطاها له. فدخل المدينة في سكينته وفي تأييده، وجاء ودخل المدينة وبيديه راية التأييد، وأيده بجنود يعني اتلمت له كواكب النصرة كلها وخدها وراح عنده هنا. سيدنا النبي من جهد السفر كان ساكت، فبيتكلم سيدنا أبو بكر من كتر الفناء في رسول الله. الجماعة مش عارفين أنهي فيهم أنهي فيهم النبي. يا سلام يا سلام لما العبد يبقى فاني في سيده. يا ولد أنت في وصف في جلباب من رداء سيدك، لكن حاذر أن تظن أو تتوهم بعد الثناء أنك سيده. والهان، أيوة والهان. هيمان، أيوة هيمان. فاني، أيوة فاني، بس على قدم الآدم، على قدم الإيه؟ الآدم. ارتفعت الرتب ومن زاح وصف الأدب. أجلسوه على البساط فتجنب الانبساط. سيدنا أبو بكر يعمل إيه عشان يلغي فكرة إن إحنا واحد؟ قوم يعمل إيه؟ يقوم رضي الله عنه يأخذ شملته، يخلع عمامته، الشملة اللي حاططها على رأسه، يخلع شملته ويقف على رأس النبي يظلل عليه، ليعلم الناس أنني لست هو، إنما أنا به ومنتبه، إنني فيه هائم، والحمد لله أن قبلني في الصحبة على رتبة خادم. يا رب أهلني لرتبة خادم على بابه ليعزني التأهيل. المريد لما يبقى صاحي يشرب ولا يغبش، يحضر ما يبعدش، ينطق ما يشطحش. ولذلك كنت أقول يا ولد تبقى تجيني كل مرة زي ما جيتني أول مرة. لا كل من لبس العمائم سيدا، ولا كل من سجع الكلام عليه، ولا كل من نطق الخطاب محبهم، ولا كل من زرف الدموع يهين. علينا بني لا تلو.
جئت بالأمر المطاع أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة. مرحبا يا خير ذا، مصطفانا نورك الغالي يا ضاء. مرحبا يا مصطفانا نورك الباهي أضاء. رغم أنف الملحدين فيضه عم البقاع. وجب الشكر علينا، ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع. سادة المشاهدين، اهلا بكم مره تانية. وزي ما قلت لكم احنا النهارده في ليله في حب سيدنا النبي بمناسبه العام الهجري الجديد، وهنسمع كتير
من الإنشاد والأغاني في حب سيدنا النبي. وأنا منورني النهاردة في الاستوديو فرقة عظيمة، فرقة الإخلاص بإشراف المنشد منصور زعيتر. أهلا بيك، منورنا وكلكم منورنا. ربنا يسعدك يا رب. وأهلا بأهل سوريا وشعب سوريا، وفلتحيا سوريا. وبكم حياكم الله وبياكم دكتورة. هم منورنا في مصر وعاملين فرقة غنائية الحقيقة مميزة جدا، وأوعدكم النهاردة معاهم بحلقة هتستمتعوا بيها كتير، وهتستمتعوا بيها جدا جدا جدا. منورنا يا شيخ منصور. ربنا يبارك فيك يا رب. الله يحفظك دكتورة. خلينا الأول نتكلم عن الهجرة. عندك فكرة عن الهجرة؟ طبعا. الدروس المستفادة منها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قولي كلمتين كده، يعني عايز أشوف بقى يعني معلوماتك. بداية بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله والسلام. وعلى آله وصحبه ومن والاه، وإلى قمر مصر سيدنا الإمام الحسين، سيدتنا زينب ومن والاهم ومن مدد كان في جوارهم المبارك من آل بيت رسول الله والصحابة. مدد هجرة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم كانت في ربيع ولم تكن في محرم. أيوه. كانت في ربيع هجرته، ولادته صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى. أيوه. لكن اتولد في ربيع ومات في ربيع. نعم. أيوه. نحن بنقول انتقل. انتقل إن شاء الله. الهجرة تم تدوينها لما أتى إليه الأشهر الاثنى عشر، فهي تبدأ في محرم وتنتهي في محرم وتنتهي في ذي الحجة. أيوه. فعند هذا الانتقال من ذي الحجة إلى محرم وضع رأس السنة الهجرية، فنحن نحتفل الآن في رأس السنة الهجرية لميلادنا الهجري، لعامنا الهجري. أيوه. الهجرة النبوية صلى الله عليه وسلم، الله يفضل الصلاة والسلام، كما سمعنا من مشايخنا وعلمائنا وفضلائنا، أنها هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم بالإذن الإلهي أن يخرج من مكة إلى المدينة المنورة. أي. وليس إخراج أهلها يعني له عنوة، إنما هو أمر رباني. جاء الإذن بالهجرة لتقوم الدعوة. ورغم أنه مكة كانت أحب البلاد إلى قلب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لله عز وجل فاختر لي أحب البلاد إليك. فكانت المدينة المنورة، وكانت يثرب قبل أن يكون موطئ الحبيب صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. فبمجرد سبحان الله أن وضع قدمه الشريفة في المدينة المنورة أصبحت طيبة، وأصبحت الناجية، وأصبحت الشافية. فأصبح تربها يستشفى به. نحن في الإنشاد نتغنى جدا في المدينة المنورة. أيوة. سبحان الله، حتى يعني نقول يثرب الآن ونستغفر الله عز وجل. أيوة. يعني يثرب لا يقال لها يثرب الآن أبدا نهائيا. أيوة. ليش؟ لأنه كانت هي مدينة الأمراض. كان فيها أمراض جدا جدا وأوبئة. عندما حل فيها الحبيب صلى الله عليه وسلم أصبحت شافية، هواؤها، غبارها، ترابها، كل شيء في المدينة المنورة أصبح نافعا وشافيا. الله ببركة الله. الحبيب صلى الله عليه وسلم. الله. هذه الهجرة، هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، يعني نقول أنها في المدينة المنورة حل إليها كريما عزيزا ضيفا مباركا صاحب الأخلاق العظيمة صلى الله عليه وسلم. بس مش في رحلة في النص؟ رحلة الهجرة بقى تماما هو يعني لما تبعول أبو بكر الصديق. أي. بداية النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى بيت سيدنا أبو بكر الصديق في وقت لا يأتي إليه عادة. أيوة. وهو وقت الهجير، وقت الظهيرة يعني. فطرق الباب على سيدنا أبو بكر الصديق وأتاه بالأمر الذي أمره الله به، هو الهجرة. قال الصحبة يا رسول الله. فصار الميعاد. أتى وقت الرحيل. كان الكفار مجتمعين علشان يعني يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هن بدهم انه يبقى الحبيب صلى الله عليه وسلم في مكه عشان يعرفوا يتخلصوا منه، فيمنع النور هذا كله ان ينتشر الى العالم. كانت خطه محكمه، والخطه كانوا عارفين. نعم. ان سيدنا النبي نور، لا شك، نور على نور لا شك، لكن هم يعني عميوا عنه. أيوة. وعميت قلوبهم عن نور الحبيب صلى الله عليه وسلم. فلما قرروا القرار اللئيم أن يكون دمه يعني مفرقا بين العرب، فأتوا بالرماة والفرسان حتى يضيع دم الحبيب صلى الله عليه وسلم بين العرب ولا أحد يطالب فيه. فما كان من معجزة الله عز وجل لحبيبه صلى الله عليه وسلم أن خرج من بينهم ونثر على رؤوسهم التراب.
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وخرج الحبيب صلى الله عليه وسلم ونال شرف المعية أن يكون بدينا للحبيب صلى الله عليه وسلم في فراش سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكان في فراش الحبيب صلى الله عليه وسلم. وخرج النبي من بين ظهورهم مهاجرا والصحبة مع سيدنا أبي بكر الصديق إلى أن وصلوا إلى الغار غار ثور. وهنا كانت يعني معالم في الصحبة عالية جدا. أيوه. فإن يكون الحبيب صلى الله عليه وسلم دخل سيدنا أبو بكر الصديق قبل الحبيب إلى الغار ويتحرى الحفر في هذا الغار لكي يسدها جميعها لكي لا يكون هناك عقارب وأفاعي. فسبحان الله وبقي حفرة واحدة فما كان من سيدنا أبو بكر الصديق إلا أن وضع قدمه عليها وكان النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه ينام. فريح الحبيب صلى الله عليه وسلم فوضعه على حجره رضي الله تعالى عنه فكان الرأس الشريف على حجر سيدنا أبي بكر الصديق ويسد تلك الحفرة في قدمه. الله الصدق. إلى أن أتت أفعى فلدغت سيدنا أبي بكر الصديق. فما كان من سيدنا الصديق إلا أن من شدة الألم بكى ونزلت دمعته على خد الحبيب صلى الله عليه وسلم مرديش يتحرك أبداً. عشان هو نايم ما يصحهوش ابدا. فسبحان الله استيقظ الحبيب صلى الله عليه وسلم ما لك يا ابو بكر انا يمكن لدغتني حشره او. فسبحان الله مسح بريقه الشريف سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكان الالم لسيدنا ابو بكر الصديق فبرئ من لحظته. الله. فسبحان الله معالم الصحبه التي نال شرفها سيدنا ابو بكر الصديق معالم ربانية. على فكرة الرحلة دي فيها دروس كتير. لا شك. يعني احنا مهما تكلمنا لن نوفي حق ولا نشاء. صبر على البلاء والشقاء. نعم. وتحمل الانتقال من مكان لمكان. نعم. وانه الواحد يبقى واثق انه ربنا بيسخر له الخير والافضل لي. نروح بقى الدروس. الحبيب صلى الله عليه وسلم اسري به من المكة الى الاقصى. فكان من الأسهل من مكة إلى المدينة لكن هي الأخذ بالأسباب وليعلمنا صلى الله عليه وآله وسلم. كان ممكن ربنا يسري به بالضبط زي ما حصل في رحلة الإسراء والمعراج. يعني ما في أسهل منها سبحان الله. لكن هي دروس الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى سوف يكرم سيدنا سراقة بسواري كسرى وأن تكون أم معبد من خلال هذه الرحلة وتكون شاتها مريضة. وكان مشهد الاستقبال بقى في المدينة المنورة عندما وصل الحبيب صلى الله عليه وسلم كما بدأنا طلع البدر علينا. أيوة. من ثنيات ده أنا طلع البدر علينا دي احنا حفظناها واحنا في ثالثة ابتدائي يعني. نعم. يعني كل العالم حفظها. نعم. كل الناس حفظها صغير وكبير. النشيد الوطني الإسلامي بقى. أيوة. نعم. بالضبط. طب هنسمع إيه بقى عن الهجرة؟ عايزين نسمع حاجة. قصيدة هاجرت يا حبيبي من مكة للمدينة وفيها كلام عن معالم الهجرة النبوية الشريفة إن شاء الله تعالى. الله الله الله. تنال إعجابكم يا جماعة. الشيخ منصور الزعيتر يعني بجد هو شديد الإحساس وهو ينشد يا رب. فاسمعوه برضو بقلوبكم مش بالأذن لكن بالقلب. الله. هاجرت يا حبيبي من مكة للمدينة من مكة للمدينة. هاجرت يا حبيبي مكة للمدينة من مكة للمدينة. هاجرت يا حبيبي من مكة للمدينة من مكة للمدينة. من هجرة المختار أروي قصتي حدث عظيم في ليال خالية فيها رؤوس الشرك حاكوا مكرهم وتجمعوا مثل الوحوش الضارية. هاجرت يا حبيبي وقفوا على باب الرسول لقتله من كل شعب
من كل شعب فارس أو راميا حتى يضيع دم المصطفى محمد بين القبائل والبطون لياليا. خرج الحبيب وفي يديه من الثرى ذر التراب على وجوه قاسية. الله أغشى سمعهم وأبصارهم لكأنهم أعجاز نخل خاوية. وجدوا عليا نائما بفراشه نعم الفتى أدى الأمانة راضيا. بات الحبيب بغار ثور ليله حتى طلوع الفجر قام مصليا. وصلت جموع المشركين لغارهم لكن عين الله ترعى الهادية. نسجت خيوط العنكبوت شباكها سدا منيعا كالسياج العاليا. ما خاب وعد محمد لسراقة بل كان مثل الشمس نورا باديا. عادت قريش ذليلة مهزومة ومضى الحبيب إلى المدينة ماشيا. مروا بخيمة أم معبد ساعة فالجوع يسري في بطون خاوية. كانت لها شاة تراها هزلة لا در فيها أو حليبا صافيا. مسح الحبيب بكفه في ضرعها ودعا لها رب السماء العالية. فسقته ماء لبنا لذيذا طيبا وسقت ديار القوم دهرا خاليا. نزع العمامة لمفها في رمحه قد صار في الإسلام صرحا عاليا. وصل الحبيب إلى المدينة سالما وأقام فيها أشهرا ولياليا. صلى عليك الله يا علم الهدى ما حن مشتاق إلى أوطانيا. هاجرت يا حار من مكة للمدينة من مكة للمدينة. هاجرت يا حبيب من مكة للمدينة من مكة للمدينة. محمد حبيبي دوا يو طبيبي محمد حبيبي دوا يو طبيبي. رؤياكم وعيدي يا زين المرسلين
رؤياكم وعيدي يا زين المرسلين. محمد حبيبي دواء وطبيب. محمد حبيبي دواء وطبيبي. رؤياكم وعيدي يا زين المرسلين. رؤياكم وعيدي زين المرسلين. بك أستجير مولاي القدير. بك أستجير مولاي القدير. ربي ما لي غيره مسعف معين. ربي ما لي غيره مسعف معين. محمد حبيبي دواء وطبيب. محمد حبيبي دواء وطبيب. رؤياكم وعيني يا زين المرسلين. رؤياكم وعيني يا زين المرسلين. روحي أبا القاسم قلبي فيك هائم. روحي أبا القاسم قلبي فيك هائم. عشقي فيك دائم ويزداد الحنين. عشقي فيك دائم ويزداد الحنين. محمد حبيبي محمد حبيبي دواء وطبيب. رؤياكم وعيني يا زين المرسلين. رؤياكم وعيني يا زين المرسلين. يا محلى المدينة مسكنك نادينا. يا محلى المدينة مسكنك نبينا. أنظارك علينا يا جد الحسنين. أنظارك علينا يا جد الأمارين. محمد حبيبي دواء وطبيب. محمد حبيبي دواء وطبيب. رؤياكم وعيني يا زين المرسلين. رؤياكم وعيني يا زين المرسلين. مولد طه المختار تجلت الأنوار. هجر الطه المختار تجلت الأنوار. متاحك والحوضة فيك مغرمين. متاحك والحوضار فيك مغرمين. محمد حبيبي دواء وطبيب. محمد حبيبي دواء وطبيب. رؤياكم وعيني يا زين المرسلين. رؤياكم وعيني يا زين المرسلين. طيبة أغلى مدينة فيها الغالي نبينا. فيها الغالي نبينا. طيبة أغلى مدينة فيها الغالي نبينا. فيها الغالي نبينا. وعيوني تبكي حزينة والبعد أضنى روحي. والبعد أضنى أضنى روحي. لطيبة اشتاقت روحي وبعدها زاد جروحي. وبعدها زاد جروحي. ميتة زورك يا طيبة وداوي فيك جروحي. وداوي فيك جروحي. على طيبة يلا الرحيم. شوق لها ماله مثيل. شوق لها ماله مثيل. يا طه أنا ساقي. يا طه أنا عالي. يا طه أنا ماري. وانت الدواء لجروحي.
وانت البلسم لروح مش حاجة تروحي وبعدها زاد جروحي وبعدها زاد جروحي جيت ازورك يا طيبة واداوي فيك جروحي واداوي فيك جروحي محلى طيبة وانورها والبشرى لي زورها والبشرى لي زورها محلى طيبة وانورها والبشرى لي زورها والبشرى لي زورها نفسي تبوح بسررها وغواها انعش روحي وغواها طبب روحي يا طيبة اشتاقت روحي وبعدها زاد جروحي وبعدها زاد جروحي جيت ازورك يا طيبة واداوي فيك جروحي واداوي فيك جروحي سادة المشاهدين وعدنا إليكم مرة أخرى. عايزة أقول لكم أنه الناس لما بتبقى قاعدة بتتفرج على مسرحية بتتفرج على حد مؤدي بيغني بيتكلم بيلقي خطاب الناس لما بتفرح بالكلام وبتسعد بيه جدا بيسقفوا بس بيقفوا يعني دي حركة في البني آدم غصب عنه أنه بيقوم يقف. فكان شيخ منصور زعيتر بيكلم الفرقة بتاعته وسمعت كده الأغنية الإنشاد اللي هيقوله. عايز أقول لكم حاجة على الإنشاد الأول على قد كده يعني الأغاني هي عبارة عن لحن يعني كلمات بتعمل لها لحن. إحنا في الإنشاد هو كلام حقيقي وابتهالات حقيقية وبتطلبها وبتناجي بيها بس معمول على هيئة إنشاد. أنا صح ولا لا؟ إن شاء الله. فأنا قلت للشيخ منصور خلينا واقفين لأن أنا وأنا قاعدة أنا برضو يعني روحي مش قادرة برضو عايزة أقف يعني. فاللي جاية دي بقى ركزوا في الكلمات بتاعتها كلمات بتاعتها اول حاجه كلمتين فيها دي كفايه انا عيان ودوايا النبي انا حيران ودليل النبي. تعالوا نسمع مع بعض الشيخ منصور يلا بينا. انا عيان ودوايا النبي أنا حيران ودليل النبي أنا عطشان يسقين النبي أنا غيمان بحبيب النبي وأنا أنا عيان ودوايا النبي أنا حيران صواب النبي الله انا غلبان وغناي النبي الله انا غلطان وصواب النبي الله انا غلبان وغناي النبي الله انا ندمان على بعد النبي انا والهان اشوف
خلفك يا نبي وانا انا عيان ودوا يا النبي انا حيران ودليل النبي انا عطشان يسقيني النبي انا هيمان بحبيب النبي انا مكسور يجبرني النبي الله انا مقهور وعز النبي الله انا مغمور وعلايا النبي نفسي ازور مولاي النبي وانا انا عيان ودوايا النبي انا حيران انا مجروح وطبيب النبي الله انا مفضوح وستر النبي الله انا مجروح وطبيب النبي الله انا مفضوح وستر النبي الله انا فين اروح من غير النبي عايز ابوح وفضفض للنبي للنبي وانا عيان ودوايا النبي انا حيران ودليل النبي انا عطشان يسقيني النبي انا هيمان بحبيب النبي انا مغلوب ونصير النبي الله انا معيوب وكمال النبي الله انا مغلوب ونصير النبي الله انا معيوب وكمال النبي الله انا مكروب وغوث النبي كل ذنوب شفيع النبي وانا انا عيان ودوايا النبي انا حيران دليل النبي انا عطشان يسقيني النبي انا هيمان بحبيب النبي انا دليل النبي الله انا عطشان يسقيني النبي انا هيمان بحبيب النبي وانا انا عيان ودوايا النبي عيان انا حيران لا انتوا لازم تسقفوا لنفسكم كمان. جزاكم الخير. انا عيان ودوايا النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه. وعطشان يسقيني النبي. يا جماعه يعني بصوا حلاوه الكلمات والامنيات اللي بنترجاها من سيدنا النبي. طيب دلوقتي بقى سيد شباب اهل الجنه صلى الله عليه وسلم. انا من الحسين والحسين مني حبيب سيدنا النبي. اولا انه انا في حته عايزين نقولها انه سيدنا النبي بيرد السلام على اللي بيقول له السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحنا كمان
اللي كان حبيب سيدنا النبي قوي 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 سيدنا الحسين. أوه. انا من الحسين والحسين مني. الله. نغني بقى سيدنا ننشد سيدنا الله. الحسين ان شاء الله. يلا. الله على الجمال والحلاوة. الله 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 الله. هنا الأنوار فاقتبسوا. الله الله. هنا الميزان للحالي. الله الله. فمن ثقلت مودته لعبد فاز في الدار. هنا الحسين هنا الحسين. الله الله. هنا الحسين هنا الحسين. الله الله. هنا الحسين هنا الحسين. سلام مجمع البحرين. هنا لقمان وحكمته. الله الله. وخضر الخبر في العلمين. الله الله. ومرسى فلك أعيننا وتمكين لذي القرنين. هنا الحسين هنا الحسين. هنا الحسين هنا الحسين. الله الله. هنا الحسين هنا الحسين. سلام مجمع البحرين. هنا الحسين ومنكره. الله الله. عمي في ضلال البين. الله الله. يقول اعمل فكن ندا فكيف تكون سبط الزين. هنا الحسين هنا الحسين. الله الله. هنا الحسين هنا الحسين. الله الله. هنا الحسين هنا الحسين. سلام مجمع البحرين. وهل ربك كالزهرة. الله الله. حنان أميرات الثقلين. الله الله. وأبواب العلم خير أبي هو للمختار قرة عين. هنا الحسين هنا الحسين. الله الله. هنا الحسين هنا الحسين. الله الله. هنا الحسين هنا الحسين. سلام مجمع أخ الإسلام قف أدبا. الله الله. فما للمرء من قلبين. الله الله. فإما الود جئت به وأما أنت ذو الوجهين. هنا الحسين هنا الحسين. الله الله. هنا الحسين هنا الحسين. الله الله. هنا الحسين هنا الحسين. سلام مجمع البحرين. وحذر من أذى عمر. الله الله. ومن في الغار ثاني اثنين. الله الله. وعائش أمنا حقا وعثمان فذو النورين. هنا الحسين هنا الحسين. الله الله. هنا الحسين هنا الحسين. هنا الحسين هنا حسين. سلام مجمع البحرين. تأدب إنهم بشر. الله الله. على صنع الجليل وعين. الله الله. تأدب إنهم بشر. الله الله. على صنع الجليل وعين. الله الله. وأهل البيت من أصل وكان الأصل ومن
ومن في الأصل يوم حنين. هنا الحسين هنا الحسين الله الله. هنا الحسين هنا الحسين الله الله. هنا الحسين هنا الحسين. سلام نجمع يا جماعة. يعني أنا لأول مرة أكره الفاصل بجد، مش عايزة أطلع فاصل، لأنه ولغيت المطبخ. كنا النهاردة عاملين أكل سوري ما شاء الله، لغيت لأنه الحالة اللي الواحد فيها. وأنا سألت كل الناس في الاستوديو على فكرة، طلع إنهم يعني زي أنا مش لوحدي. الكلام الحلو اللي بيبقى عن سيدنا النبي وآل البيت شفعنا يوم القيامة، حالة الإنشاد بتخلي الروح بترتاح. جربوا جربوا اسمعوا بروحكم وبقلبكم. الإنشاد ده حاجة جميلة جدا جدا جدا. الحمد لله. والشيخ منصور زعيتر الحقيقة، وانا واقفة جنبه، انا حافظة يعني شوية من الانشاد لاني بشغله على طول وبسمعه وانا في البيت، فما قدرتش فقمت وقفت جنبه يعني علشان بحب ابقى يعني جنب الكلام اللي بيطلع وابقى في الحالة. الحالة اللي حطينا فيها الوجدانية الشيخ منصور زعيتر الحقيقة حالة جميلة جدا. وأنا برجو النهاردة في هذا اليوم المبارك أنه مشاهدين 90 دقيقة يكونوا حاسين بنفس الأحاسيس وتكون بتوصل لكم. خليني أتكلم مع الشيخ منصور. الشيخ منصور معروف جدا أنه سيدنا النبي كان بيحب سيدنا الحسين حب شديد طبعا، لا شك. ورغم انه كان عارف ان هو يعني ستفصل راسه في موقعة كربلاء لما نزله سيدنا جبريل وقال له رضي الله عنه. عايزاك تحكي لي عن علاقة سيدنا النبي بسيدنا الحسين او اي حاجة يعني نعرفها عن سيدنا النبي وسيدنا الحسين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. لا شك ويكفي ما قاله الحبيب صلى الله عليه وسلم، أنا من حسين وحسين مني. أيوة. أو حسين مني وأنا من حسين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهذا كفيل بأنه نعرف نحن قدر سيدنا الحسين عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كفيل يعني جدا، يعني نقطة انتهى. يعني هذا الكلام فيصل، يعني أنا عم أقول لك هذا مني وأنا منه. يعني شو حابب تفهم مني أنت؟ هو إنك أنت هو. فصلى الله عليه وسلم لما أشار إلى محبة سيدنا الإمام الحسين، وحتى يعني أشار أيضا أنه أحب الله من أحب حسينا، والسلام على جميع آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كل واحد سبحان الله، إن كان سيدة فاطمة وإن كان سيدنا علي وإن كان سيدنا زينب وسيدنا نفيسة سيدنا الحسن، يعني كمان بسم الله ما شاء الله، يعني قصص وروايات ويعني شيء عالي جدا. لكن فيما يخص سيدنا الإمام الحسين، أنا أرى سبحانه وتعالى يعني أن قدر أن أتى إلى مصر الرأس الشريف. أيوة. فالقدوم إلى مصر لما يعني فصلت رأسه عن نعم جسده في موقع كربلاء يعني في العراق. نعم. وأتى إلى الشام، ومن الشام إلى عسقلان، ومن عسقلان إلى مصر. أيوة. إلى الكنانة، وشرفت مصر
بهذا الرأس الشريف والذي يعتبر النور الأعظم في مصر هو سيدنا الحسين. انت عارف انه الواحد لما بيروح يزور وبيروح عند المكان اللي نزلت منه الرأس الشريفة، نعم، بيشم ريحة مسك. نعم نعم، ما زالت على وضعها الأساسي في من مئات الأعوام. سبحان الله، مثل ما تفضلتي رائحة المسك يعني عبقها عالي جدا في ذلك المكان. سبحان الله، يعني لزار سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يجد نفس السكينة ونفس الروحانية، ما حنقول نفس الروائح لأنه الروائح مفروغ منها، لكن السكينة القلبية تشعري فيها عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، تشعري فيها عن سيدنا الحسين. أنا زرت سيدنا الحسين وكان الحال عالي جدا، زرت السيدة زينب والحال عالي جدا جدا جدا، وزرت سيدنا الحسن في البقيع. هم بيبقوا أحياء وبيتزورون، لا شك، هذا عالم البرزخ، عالم آخر. سبحان الله، يعني لو كشف لنا عن حجاب من أحد الحجب التي يعني تحول بيننا وبين تلك الأرواح، لكن المتصل حقيقة بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وساداتنا آل البيت يرى ويسمع ويتكلم يقظة ومناما، لأنه موصول. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا نصيبا في هذا الوصل، نحن وأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ينعم علينا بهذه النعمة. آمين. فهذا هو الكلام، والكلام كبير عن سيدنا الحسين، يعني لا يعني لا يسعه لا. وكان شجاع، يعني لما راح العراق، نعم، كان واخد حتى أهل بيته معاه، لأنه خايف إن هم يتخذوا سبايا. خد معاه السيدة زينب وخد معاه كل النساء وراح بيدافع عن راية الإسلام. نعم نعم، شيخ رجال، أيوة، عليه السلام، سيد الله. شباب أهل الجنة. نعم نعم. طيب يلا بقى ناخد واحدة انسودة كده. بسم الله. إن شاء الله على نية الفرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. عملنا قصيدة إن شاء الله فيها الدعاء والبركة يا رب. فرج الهم واكشف الغم وانصر الأمة مولانا، اغفر الذنب واستر العيب وارحم الشيب مولانا. خفف الحملة، هب لنا الحولة مولانا، بدل الحالة أصلح البالة أحيي واطرد اليأس مولانا، قرب البولى هب لنا العونة، سخر الكمنة مولانا. فرج الهم واكشف الغم وانصر مولانا.
لذ نبي القاهر مولانا ارفعي الشانة أمرنا هانا هذه شكوانا مولانا فرجي الهمة وكشي في الغمة وانصري الأمة زدنا إيمانا وامحو ما كان من خطايانا مولانا اشفي مرضانا فك أسرانا وارحم موتانا مولانا همنا يا هون باسمك يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا ربنا بالبقرة وبالرجال العشرة تجعل أمورنا 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 ميسرة نحن وكل المسلمين يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل هم من همنا يا هون باسمك يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم أنت القديم قديم في الأزل أنت اللطيف لطيف لم تزل عنا أزل أزل ما قد نزل من فادح الخاطب الشديد أنت العظيم قد همنا هم عظيم همنا يا هون باسمك يا عظيم الله الله يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم وللنبي صل يا سلام منا صلاة مع سلام يوم الجزاء نحن السلام مما نخاف يا عظيم يا عظيم أنت العظيم قال همنا هم عظيم وكل هم من همنا يهون باسمك يا عظيم.
على رسول الله وعلى آله. سبحان الله. يا ربي يا شافي يا معافي. سبحان الله، مدح الحبيب صلى الله عليه وسلم والابتهال والالتجاء إلى الله لا يوجد مفقودا وإنما يحرك موجودا. الإنسان بطبيعته على الفطرة السليمة هي الله، هو المحبوب الحقيقي وهو المرجع الأساسي إلى كل أمر في السراء وفي الضراء. في السراء لنا الشكر ولنا الحمد ولنا باب كبير في العودة إلى الله وتذوق معنا أنه ربي سبحانه وتعالى وأنا شيء خاص به. وفي الضراء الصبر، الصبر والتصابر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. فمطلوب من العبد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون على قدم الصالحين في الشكر في السراء وفي الصبر في الضراء. فليس غريبا على أي قلب من الموجودين والحاضرين والمستمعين والمشاهدين أنه عندما يسمع اسم المحبوب يناجى، ولا شيء بشيء يلامس القلب من الحاجات. يعني ضمن الأنشيد اللي مرت، فرج الهم غالبنا مهموم. لي روحي عملت كده وكل حاجة في الدنيا راحت، روحي بس نعم وحلوة، حاسة بسعادة وحاسة بهدوء. الحمد لله. ليه تسامى السمع؟ السكينة دي تسامى السمع فيما يطرب له القلب وتطرب له الروح فعادت إلى بارئها. هو الأصل فينا، يعني النفس البشرية مجبولة على حب الشهوات وحب الدنيا وحب وحب وحب، إلا أن الروح هي زراعة الله سبحانه وتعالى. نحن لسنا على قدر وقيمة إلا في، يعني في سبب هذه الروح التي هي في أصلها ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. نحن لسنا بالجسم إنسان وإنما أيوه بالروح نعمر الأكوان. سبحان الله. نعم يا الروح. سبحان الله. طيب بس يا اسماعيل اسكت شوية، أنت سيبني انا مندمجه، اسكت خالص يا استاذ عمرو. اسماعيل ياخد استماره 6 النهارده، اصبروا عليا يا جماعه، انا مش يعني مش بطبيعتي. اسكت بسمعش صوتك. الشيخ منصور، انت مره قلت لي على موضوع افكرك بيه، عايزك تحكي لي الساده المشاهدين. نعم. ثلاث اتنينات. احكي للسادة المشاهدين. مرة كنت في يعني كرب، كان عمري في العشرين. في كرب. نعم. كرب شديد يعني. فرحت لعند شيخي يرحمه الله تعالى، سيد الشيخ صالح الحموي. وهو شيخ الطريقة الشاذلية. مدد. في دمشق. لكن رحمه الله وقتا الآن من بعده خلفاء. أكيد. سادات نأتي على ذكرهم إن شاء الله تعالى. فشيخي قلت له يعني أنا كتير تعبان. قال لي اتصل تليفون بالله عز وجل، يعني دق تليفون، افتح تليفون، افتح خط مع الله. قلت له كيف يكون؟ يعني ازاي اطلب ربنا في التليفون يعني؟ قام مسكني يعني هيك مقرب من الشيخ، قال لي تعال اقول لك. قال لي الشيخ صاحب ملامح يعني تفهم علي. قلت له تفضل. قال لي تليفون 3 2 2 رقم 2 ربنا 3 2. قلت له طبعا انت يعني كنت مصدوم. لا ما بعرف شو الترتيب، يعني شغله جديده جدا علي. قال لي ركعتين مع دمعتين الساعه 2 2 بالليل. نعم. ركعتين قيام. نعم. مع دمعتين الساعه 2. كان يوم احد. سبحان الله. فرحت 2 3 4 فما تغير حالي، يعني كانت عم دق تليفون بس ما تغير حالي. فاجيت الخميس على الدرس وانا قاعد بين الناس، فالشيخ كان عم يحكي بكلام فاستطرد
بالكلام الى امر ثاني. دق على الطاوله كده قال لي يا ولدي، هو بيكلم الناس يعني كلها، يا ولدي ما بيقول لك الو لتكون كلك الو. يا سبحان الله. ما بيقول لك الو لتكون كلك الو. لي عشان الساده المشاهدين بس، اللغه السوريه نعم، يعني ما ربنا سبحانه وتعالى ما يردش ليك فالو غير نعم. لما تكون انت كلك لي. نعم تماما تماما. الي نعم كلك له. فقعدت حساباتي في ركعتين مع دمعتين الساعه 2 انه شو السر ما فتح الخط. هو السر انك لست بكليتك مع الله، يعني في اغيار مشوش. فسبحان الله لما علمني من خلال كلمته ما بيقول لك الو لتكون كلك الو، فتعلمت انه لازم يكون الاغيار كلها خارج نطاق الصلاة يعني التي أنت بين يدي الله عز وجل، تكون بروحك وقلبك وجدانك وكل حاجة كل شيء. والخشوع والخضوع استحضار استحضار الجنة عن اليمين والنار عن اليسار، وهو يعني قائم فوق الصراط. وعندما تكون الصلاة بهذا الشكل ليس يعني خوفا من الله عز وجل، إنما هي رجاء أكثر. حقيقة الخشوع مو انه كتير خاف، حقيقة الخشوع انه حقيقة انا معك، انا واقف بين ايديك. بدليل عندما يخاطب في سورة الفاتحة اياك نعبد واياك نستعين، فانت من تخاطب؟ فيها تخصيص لله عز وجل. عيش معنا اياك، بتكون انت يعني الانسان بيكون في تمام الصلة. كل ما تعمق بكلمة الله. إياك نعبد وإياك نستعين. فلما الإنسان بيشعر بهذا الشعور الحقيقي أنني بين يدي من أقف وهو حبيبي، يعني بداية العلاقة بين العبد وربه هي الحب. كل الناس على موضوع لما تيجي تنام تقول إيه؟ تعلمتها من شيخي. لما تحط راسك على المخدة وبدك تنام، سادة المشاهدين يعني جربوه، فسبحان الله قال حط راسك وتنام، فتكلم مع الله عز وجل وهي آخر كلماتك قبل أن يعني تغفو عينك في النوم، وخاطب رب العالمين قال له أنا بحبك، وكررها أنا بحبك أنا بحبك. إلى أن يشعر الإنسان في هذا الوصل وهذه المحبة. ليس عاقل من يصل إلى مرحلة أن يشعر أن لا حجاب بين ندائه وبين استجابة الله عز وجل، وأن لا يكون قريب حقيقة. فأنا بحبك، ويكرر الإنسان هذه الكلمة إلى أن لحد ما يتلقى. رح يحس؟ لا رح يحس؟ أصل ممكن يقولها من هنا لكن مش من هنا. نعم. لحد ما يحس إنه طلعها من قلبه ومن وجدانه ومن روحه. تماما. يعني ساعتها هيحصل الوصل. هي اللحظات ما فيها نفاق ولا فيها رياء. هي اللحظات مو مطلع على الإنسان إلا ربه سبحانه وتعالى. يقيم الجوال على جنب. يقيم كل شيء يعني يحول بينه وبين الله عز وجل، يشيله على جنب. أنا بحبك. وصدقا هي نوع من أنواع العبادات التي يعني ما فيها كلفة، لا فيها عناء ولا فيها كلفة. هي عبادة يعني يتذكر الإنسان أنه خلق لأنه محبوب، وعائدية هذه الحب للصانع. أنا شخصيا بحب مخلوقات الله عز وجل، ولا فرق عندي لا بين أعجمي ولا عربي، بحب الكل لأني حبيت الصانع، فحبيت المصنوع بكل فئاته لأنه صنعة الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم هدية حقيقية من ربي سبحانه وتعالى إلى الأمم إلى العالمين، بدليل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إلا رحمة للعالمين.
ألا يكون لنا نصيب من الحبيب صلى الله عليه وسلم في الرحمة؟ نرحم الناس ونرحم الأمم ونرحم الجمادات ونرحم النباتات ونرحم الحيوانات كله لأجل الله، كله لأجل الله، نرحم بعض لأجل الله، ما نسيء لبعض لأجل الله. وشو الخسارة؟ ما في خسارة. ربي سبحانه وتعالى لما أي إنسان، هي المعاملة معاملة كريدي، نحن كلنا مرايا عبارة عن البعض، نحن ننظر بعض مرآة، المؤمن مرآة المؤمن. فلما احنا بنشوف المرايا بتبتسم إلها بتبتسم إلنا، عبيس تعبيس يعني طبيعي. وهكذا حال الناس، يعني واحد يفوت يدخل علينا متهلل الوجه ومبتسم، والله نبتسم له، مستحيل نقطب الوجه في وجهه، يعني نحن نبتسم له. فكذلك كل الأكوان مرآة، كل الأكوان مرآة، حتى في الشجر. إن سبحان الله إن كان عليها ثمار تقولي سبحان الله الله بعث لي رزق، فتتهلل وجهك وتروحي تقط في هذا الثمر وتأكلي وتقولي سبحان الله على الطعم وهذا الطعم وهذا الطعم وهذا الطعم. فرأيت جمال الله عز وجل في كل شيء، والله سبحانه وتعالى يتجلى على كل شيء بحالين، حال الجلال وحال الجمال. حال الجلال انك انت تكوني في حال هيبة مع مخلوقات الله عز وجل، فهناك من المخلوقات ما نخاف منه، يعني في كثير من الخلق منخاف منه، لكن عندما نجد فيه هيبة جلال الله عز وجل نتقدم مع الله فيكسره بحال الجمال حتى أتحمل أنا منه هذا الحال. سبحان ما فيني الله. أنا سبحان فسبحان الله. الله فالعبد دائما بين حال رجاء وخوف من الله عز وجل. صح. والإنسان إذا استمر بهذا الحال، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق فينا تلك المعاني. وسامحوني أنا ممكن أتكلم كلام يعني لا أنت لا أكون من أصل إليه ولا أكون أصل إليه، فهمته من مشايخي وكسوني كسوة ورعوني بعين عنايتهم جزاهم الله عنا خير. ربنا يجبر بخاطرك ويجبر بخاطر الحاضرين والمساهدين والمستمعين. عشان خاطر الكلمتين الحلوين دول بقى واحدة إنشاد، يلا يا رب مش عايزك تبطل خالص إن شاء الله. يلا انت بيت هنا النهار. حبا يا قلبي هل سواكم لعلتي طبيب بداء العاشقين خبير، أعيروا عيوني نظرة من بهائكم، أعيروا عيوني أعيروا عيوني يا عيوني نظرة نظرة من بهائكم، فما كل من يغني الوصال يعير يا ساداتي لا تبعدوا الله عني فإني ابنكم الله من فضل ربي عندكم الله الله يا أهل ودي إنني الله الله محسوبكم في جاهكم الله الله حاشا أضام وإنني الله الله محسوبكم في داركم نزيلكم الله علينا
كرام حنوا يا كرام منوا يا كرام حنوا يا كرام منوا علينا علينا منوا علينا مذنبا الله الله فالعفو كان لجدكم الله الله وبه أنال مقاصدي الله الله دنيا وأخرى وعندكم الله الله وأشم في الدنيا على الله الله عهد الله الله ونصر النبي محمدا الله الله وفي كل غزو سيفكم الله الله منوا علينا علينا منوا علينا علينا قدركم الله 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 أعظم أجركم الله الله عين النعيم تهيأت الله الله طهر الشراب شرابكم الله الله يا مطعمين طعامكم الله الله للسائلين بداركم الله الله وفيها نعيم دائم الله الله دمتم ودام نعيمكم الله أمون منوا علينا علينا منوا علينا محمد الله الله كل القلوب تحبكم الله الله أبي المصطفى لا تتركوا الله الله هذا النازل ببابكم الله الله أرجو من الله الذي الله الله أرضى في عدنكم الله الله يا بضعة من أحمد الله الله وأسعد في إقبالكم الله أمن منوا علينا علينا منوا علينا علينا نظرات الله الله تحيي الفؤاد بسركم الله الله نظرة 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 إلينا عطفا علينا نظرة إلينا نظرة عطفا علينا نظرة منوا علينا منوا علينا علينا منوا علينا علينا منوا علينا علينا منوا علينا علينا يا كرام حنوا الله يا كرام منوا الله حنوا منوا علينا Oh.
وصلاة ربي دائما. الله الله توشى النبي حبيبكم. الله الله وكذا السلام عليكم. الله الله ما فاح عطر مديحكم. الله الله يا سعد قومي بالله فازوا. يا سعد قومي بالله فازوا ولم يروا في وراسي وهو ولم يروا في وراسي وهو قربهم منه واجتباهم فنزاه الفير رافع له. فنزاه الفير رافع له. أزال حجبان لطائي عنه. أزال حجبان لطائي عنه فاستنشقنا حتى هواه. فاستنشقنا حتى تجلى بالنور والبهاء لهم فقالوا يا هو يا هو. لهم فقالوا يا هو يا هو. فقال أنا لكم محب. فقال أنا لكم محب. فقال أنا لكم محب. رب كريم نعم الإله. أقبل من تاب من عبادي. الله الله ولا أبالي بما جناه. الله الله الملك ملكي والأمر أمري. الله الله والعز عزي. فادخل حماه. فادخل 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 حماه. ما قلت للقلب ما قلت لقلبي أن يحبي. ما قلت للقلب أن يحبي إلا وقال ضمير الله. إلا وقال ضمير الله. إلا وقال ضمير الله. إلا وقال ضمير الله. إني إذا ما ذكرت ربي. إني إذا ما ذكرت ربي اهتز شوقا إلى لقاه. اهتز شوقا إلى لقاه. أهيم وحدي
صدقي وجدي أهيم وحدي بصدقي وجدي وحسن قصدي عسى أراه عسى أراه أهيم أهيم وحدي بصدقي وجدي وحسن قصدي عسى أراه فانظر إلى الكون باعتبار في أرض مولاك وسماه واسمع 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 إذا غنت المثاني واسمع إذا غنت المعاني واسمع إذا غنت المباني تقول ياهو لبيك الله لبيك الله لبيك الله شيل شيل الله شيل الله عبد القادر شيل الله شيل الله شيل الله عبد القادر جيلان جيلان يا جيلاني عبد القادر رباني جيلان يا جيلاني عبد القادر رباني هو عبد القادر إلينا ناظر عبد القادر إلينا ناظر عبد القادر يا روح يمداوي قلبي 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 المجروح نطلب من الله الفتوح يا بازويان جيلاني جيلان يا جيلان
يوم الحميه عون عون عليهم بين البريه عون عليهم بين البريه اصحاب همة تجنو المهمة اصحاب همة تجنو المهمة هم الائمة هم الصوفية وآل البيت هم الحمية وآل البيت هم الحمية عول عليهم بين البرية عول عليهم بين البرية وفي الدوائر هم الأكابر وفي الدوائر هم الأكابر لهم مظالم لهم بواطن محمدية وآل البيت هم الحمية وآل البيت هم الحمية عول عليهم بين البرية عول عليهم بين البرية والاتهام مسك الختام والاتهام مسك الختام والاتهام مسك الختام أزكى سلامي مع التحية وآل البيت هم الحمية وآل البيت هم الحمية عول عليهم بين البرية عول عليهم بين البرية عول عليهم بين البرية الله خير صحيح وسلم عليه يعني. يا فتى الله ممكن نختم بالأذان إن شاء الله صوت الشيخ منصور الله في الختام في الأذان بإذن الله رائع رائع يا رب. شوفوا قلوبكم هتحس بإيه بسم الله الله يسعدك ويفتحها عليك الله يبارك فيك يا دكتورة خليت الواحد فيه سادة المشاهدين كل سنة وانتم طيبين فصيل فصيل كل شيء وبشكر الشيخ منصور زعيتر والفرقة الجميلة بتاعته اللي كلها ناس زي الفل ونسمع الأذان تفضل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا إله إلا الله